الحضارات دور كبير. ما هيك لميس؟ ما هيك. لعب دور كبير، هي الأم، هي العذراء، هي سيدنا عائشة وخديجة، بعدين هي الحبيبة، بعدين هي الأرض. بعدين نعرف نحن القدر يعني ارتباطها بالأرض. فلما عم نسوي الإمرأة الفلسطينية، إمرأة فلسطينية، كويس جميل إنه أنت اللي زرتها التقليدية هذه، كل الناس عم تساويها. ارضى عليك يا حبيبي لميس، خلي من جد شوي الموسيقى الجميلة بس يخفف من يعني شوي. من منظر الفلسطيني خلينا نشوفه، ما في اشياء كثيره، في اشياء مجيده، هي شجره الزيتون الى اخره بالاضافه. هذه ما ممكن نقلدها 100%، او اذا قلدناها بدك تسوي من الارض بس هذه قضيه كثير كثير صعبه. كيف بتصير؟ بتصير بالحلم، بالخيال، بالتصور، تمام؟ بالخيال. فبدك ما ارض خالي ولا ارض محمد ولا ارض رائد، بدك ارض ارض رائد. فبدك بالخيال تتصور، تصير بين الخيال وبين الورقه. بتحط الخيال ما بيطلع على الورقه، لان دائما في فرق كثير بين التصور وبين الماده. فبترجع بتسوي واحده وبتسوي اثنتين وثلاثه واربعه وخمسه. بس نرجع لقصه الامراه، الامراه هل حتى انها امراه زخرفيه حلوه بطاطا ماشيه حامل السبع، او هي امراه او هي امراه او هي امراه، يعني عده مراحل. طيب ليش ما نفكر نربط الامراه بالارض؟ بس كل تصور هلا عم يصير ما تصور ادبي، مدخله ادبي من كلام، بس التعبير عنه بدك ترجع للصوره، اصلح نرجع على المراه نسويها جزء من الارض. وجزء من الارض لما تقول لنا جزء من هالارض، بدي اتصور كيف تحطها بهالارض هذه. تجي مشاكل كثيره، مشاكل الثياب، نرجع مشاكل التطريز، لا علاقه بتطريز الثياب؟ لا ما لها علاقه، لها علاقه بدك تحاور مع نفسك تشوف فيه. فبعدين لما بتحط مثل ما فهمتك البارحه، انه لما تحط هذه الارض اللوحه، حط الفلاحه صغيره هيك وحط لفوق بالنسبه لك، لا نزل الافق طلع المراه لفوق، حتطلع احلى ربما ان كان هيك. شو سبب الايدين؟ حملها شيء ما حملها ايدينا. فلما طلعها من هون هي رسمت البارحه الشجره لك، لا لانه بتجي الارض شجره عم تساوي لكم الحوار الداخلي، الجدليه الداخليه. بتعرف شو الجدليه؟ جدل، هيك ولا ولا هيك، والجدليه بالعمل. فبترسم واحده ثانيه ثالثه، هاي بدها إلها حلوه جميله رومانسيه. بس تقول بدي لا، انا في شيء بعد شفت الضيق الثوره اللي هاي، فممكن الارض امراه من هون لهون، وبعدين تاخذ شكل جزء من الطبيعه، جزء من الارض، جزء من الحياه، كانها منبثقه منبثقه من الارض. فبعدين ترجع بتقول هي الفلاحه لابسه اسود 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 اسود، بس مو اسود شمع، يعني هذه الالوان لما تصير شمع تركض. بدك تطلع كمان حركه الالوان بين الرقيق بين الشفاف وبين الكثيف. فبترجع بتقول لا، الارض المراه بالسواد، يعني باخذ المراه كلها كظل، بس كظل ثابت للوجود، باخذ خلفها كلها ابيض. بقول ابيض ما معناتها ابيض، اكبر 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 السواد. فبتلاقي صار الان عندك حوار، برجع سويتها ما زبطت، هيك فكرت انا. سويها مره ثانيه وثالثه ورابعه، برجع للاولى بلاقيها مزبطه اكثر. فبالحوار صار عندك ثروه عم تفوت انت بالخريف، هذه شهر ايلول عم تفوت الحصاد اللي سويته طول الصيف على القلب. صرت تطلع تتعلم فيها. فالاشياء اللي بنفكر نحن فيها هو بدنا نمشي من الطريق هذه، مشينا فيه بس طلع هذا الطريق خطا. يعني تصورنا الاول خطا، تعلمنا فيه، وقت بننفذ على طريق ثاني. وهذه هي كثير كثير، هذه هي جدليه، وهذه هي اللي بنتعلم. لان ما في شيء واحد صح، في اشياء كثير صح. متى ما رسمت الفلاح هون بهالسواد الشامل، فالعنزه كانها شجره ناصبه، كانها شجر السنديان. بتعرف شو السنديان؟ كانها شجر السنديان. بعدين هالقسم اللي خضار او اصفر هذا الافق، ولا عاد بدي لا جره ولا عاد بدي قمان ولا بعد بدي تطريز ولا بدي شيء. بس بقول انا مثل شغله، طيب ليش ما يكون العكس؟ وكلها حولها الالوان القادمه، بقول اسد مو معناتها اسوان لون. فاهم.
برجع ثاني بقول لا العكس، بدي الفلاحة القروية بالبياض أو الألوان الدرجة الأولى وراها الدرجة الثانية وشي ثالث أسود. فمن الحركات هذه بتصير فصل دائم الاستمرار ساعة بعد ساعة. مثل ما صرت تعلمت إنه هون ما في شيء، إنه أنا رومانتيكي رسمت وخلاص ورحت أشرب القهوة وأحكي عن أصدقائي بين الثورة والرسم وسميت القاسم. إيه؟ لا فاعل باطون، فاعل باطون. كيف العمال الفلسطينيين بيروحوا لإسرائيل يشربوا حرام الساعة 4 للساعة 4 الصبح؟ إيه؟ بدكم تكونوا مثلهم بس بالفن بالرسم. هالشغل اللي بيساوي التناقض هذه بتتعلم حتى هذه المفروض العمل حتى بعد 20 متر تتفرج عليه باين ولا ما باين؟ يعني مو انت من واقفين وعمل ها؟ يعني الشيء الجميل تتفرج عليه من بعد ومقرر والى اخره. بالنسبه للمكان في ساعات كثير مختلفه، يعني ضوء الشمس ضوء ساحر رهيب، يعني ما بتلاقي باوروبا، اوروبا في شفافيه بارده. هون بتتغير، في عندك القرون المزيفه، عندك نوع الزمرد، ما هيك لميس؟ ولا وين كنتين؟ يعني تتعلم تطلع على غرام الشباك بتلاقي في شيء عجيب عم يصير، كيف نظرة الشمس على جبل عمان والمقطعات اللي صارت مثل الآن. فهذه تكون بالنسبة لكم إلهام تختزلوه تتعلموا تحفظوه لأعمالكم اللي عم تصير لكم. البيت هذي بعد الشيء اللي بعرفه منه ومن عمان من رائد. بين الأشياء هي هلا صارت أسفل أربع خمس أيام صار شيء يعني عجوبة ما بس هذه الساعة ما صار شيء عجوبة بس هي بالعمل اليومي وأنا موجودة. فحكيت أنا على أطراف هذا العمل وعلى أطراف الخيال إنه التصور إنه كيف حقق أشياء ما موجودة وما ملك حدا إلا ملكي أنا. هذه فيها شطارة وفيها براعة ولازم تفقدها ولازم تعرفها، بس لازم تخرج منها للشيء اللي تحطه انت بالخرج تبعك الخاص بي خرجك ما خرج ابو عبدو هاي. فالشيء هذه الهام بالنسبه لك هذه لك كمان جميله بس لسعتها شوي زخرفيه الالوان ظهرت من لازم مكعبات محطوطه كويس الشجر وحدها بالضبط الزهره ما لها ضروره الزهره خرجتها من نوعها حط سروه وسروتين او سروه واحده هو بينها كأنها ظهرتها فجعية شوي ولا عم تشابه خطأ هي يعني كمان قصتها فجعية شوي. طيب خلينا نحط بيوت من كرتون بيوت بيت ورا بيت ورا بيت نختصر شوي بالألوان. الألوان ما عندها ضرورة بهالقوة أو إذا بدي أحط ألوان بهالقوة بدي أشوف تعادلاتها وبدي أخليها تكون أكثر من هيك. تعمل تجربة ثانية ثلاثة بعدين تاخذ ورقة صر وتساوي تجربة صغيرة لبيت بيتين كيف ممكن يكونوا؟ عن شو الفحم موجود هون فحم؟ ما عارفين طبيعي. ايه. أهلين رنا. تعالي هون فيني فاطمة. تساوي مثلا. لا فحم أبو؟ لا لا حبيبي بس عم أقول لهم الفحم. تاخذ الفحم تاخذ ورقة اختصار صغيرة ترسم ثلاث أربع بيوت تفهم التفعيمية تبعهم ووضعه في هذه. وتقول أنا باخذ بس الأسود من بني، أسود بني هذه السطوع. خلي البيت بيت علاقة بالنسبة لكم غزة، غزة هي كلها علاقة ها؟ بس هذه علاقة زائد فلاحية ما في معنى، بس أنت ما فلاح، فلاح اللي عندك لازم تسوي محضر، الحضارة اللي عندك ترجع للفلاح، فهمت علي؟ هذا تنظر، فما عندي مانع. شو جميل إنه هذه ممكن إن شاء الله تنفض أشياء كثيرة كل شيء بيجي وقت بعد مثلا أسبوع أسبوعين، بقول لك بدي واحدة منها أربع أمتار، بس بدي لو واحد يتفرج فيها يعني يصير عنده صدمة، مو صدمة نفسية ينتحر، صدمة تنزل الواحد، هذا ويصير عنده هذه الرعشة، هذه الفن أصل الفن الحياة، أصل الفن الإنسان، أصل الفن الموت، أصل الفن الحب، وبعدين المأساة أو الفرح الداخلي. فبنرجع بترجع لي بالألم الرصاص بسرعة والفحم اللي رنا عندها إياها بيجيبوا لكم هون بالمعهد الدارة فحم. تحط الشجرة هذه مثل نغمة بسيطة مثل كلمة قصيدة مثل بداية قصة رواية وتحط بيت بين فجأة راح تصير
بعدين تشوف وين الافق، في افق تحت افق ما في افق، وين الافق اسود ابيض وبعدين ممكن تتصل باشياء كثيره، تتصل باشياء كثيره ولا تشوف، فبتطلع اشياء بيساعدها بيطلع شيء مختلف، او اجى بدك يا الوانه صاخبه رنانه سويها لا باس بس سويها احسن. بعدين الريشه ما بتتقطع، الريشه بدك تضبط شوف مثلا انه ممكن الوان ما تحسين ما شرط الاستمرار انه تاخذوا هذا الشمع وتحطوه خليط نفاس، اذا حطيته رقيق خليط نفاس حطيته سميك بيكون وراء رجل امراه لم يسمع هيك ولا بعدك برا؟ لا ما دخلتي هلا؟ يعني هذه بالنسبة لكل حديث المحاورة الداخلية والحوار الداخلي. كل واحد يا رنا ويا منجد ويا لميس عنده ينبوع خاص لازم ياخذ منه. في كلياتنا عنا قوة داخلية. وحاول الآن قدر الإمكان كل ما قدمتوا لي شيء داخلي منك وفيكي أو منك وفيك، كل ما بحسن ساعدك أكثر. إذا ما قدمت شيء داخلي ولو كان الصدوح مبسطة ما بحسن أقدم لكم شيء. بقول لكم بس يعطيكم العافية. وشباب غزة وكلكم يعني بشكل عام كلكم بدون فرق. والشواذ بأكيد. ما أنا ممكن بالشواذ بأكيد. لا صحيح يعني منيح ما بختلف يعني. كلكم يعني في تحدي وين هالثلاث أربع أيام صارت أشياء كثيرة. طبعا ما ننسى انه في تفاوت بين ثقافتكم الفنيه وثقافتكم العامه ومخلطين مع بعض، ففي صار ربما اضطهاد لجماعه على حساب جماعه، بس ما تخافوا يعني. يعني مثلا انه فلان اخذ متخرج وعنده تجارب كويسه الى اخره وانتم عندكم تجارب، بس نقدمكم الامكانيات الموجوده هو الغرض الاساسي بهذا الموضوع. انه ما الخفه وما الشطاره، وانما الواحد يلاقي شيء في صدق يتحرك في شيء عم يصير شيء، ولما بنكتشف بنلاقيها اشياء بسيطه جدا لكنها بنفس الوقت مستحيله جدا، فالصراع بين المستحيل وبين الصعب، وكل ما بتقدموا لي شيء كل ما بحسن اعطيكم اكثر. وبعدين اللون لازم تحبوه، كيف تحبوه؟ يعني اللون الصراع اليوم الحلم الشاف المادي والصراع الموجودة يصير يفكر باللون، انه كيف اختيار اللون، طريقة اللون، لأن اللون اللي بقدم لنا الصبيح القدر، اللون اللي بقدم لنا أيضا مصداقية وإطلاعية يعني أحيانا من البقايا يعني هذه ممكن تسوي فيها خمس ست سبع لوحات مثلا يعني ممكن تشغل، وبعد ممكن هذه الماده اسمعوا كلكم ممكن تمددوها فيها الاخرين وتجيبوا الي تجيبوا الصبغه البودره بتحطوها فوقها، لما تحطوها فوقها ما بتطلع الماده البلاستيكيه الخشبه وانما بيجيها شويه سبستانس يعني ماده ارضيه مده تطويرها، واللطيف جدا بين الترانسفرنس الشفافيه وبين الماده الموجوده. بس هذا حلمي الخاص، حلمكم ربما يكون مختلف، بس في اشياء اوليه لازم الواحد يشوف كيف ممكن تطلع. مفهوم يعني ما لازم ناخذ هذا الشمع دائما، ممكن نتحرك معه. انت مش بالمسار ولا بلا؟ طبعا بدنا مثلا كيف رنا؟ منيح التنظيم المطر يعني هي ايضا المطر انه هي ايضا علاقه غرام يعني كيف يوصل الواحد الطفل اول مره حكيت عن الاله وصول الاله طريقه خاصه ما علمنا اياها الشيء ولا الجامع وبعلمنا اياها كان مسيح وكان مسلم ما لها علاقه الضمير والطريقة البحث الدائم الخاص كيف نصل للإله أو للشيء أو للطبيعة. أيضا الرسم نفس الشيء بحث خاص جدا للوصول للشيء الخاص اللي نحن بنريده اللي نحن نحسبه. وهذه ما تفتح حتى تكون تعرف حتى تدعو لها وإنما
تكون أحسن من مرة ينتهي البحث لما بيموت الرسام، والرسام عنده مهنتين، أما النبع مضى وبعد ما يوقف عن الشغل إذا كان مبدع أو لما توفى جسديا، معناته انتهت الواحد اللي راه شو شو خلاه. بالنسبة للون التناغم قد تكون عن مسألة البحث عن الله أو علاقة بين شخصين، صديق وصديق أو الصديق أو الصديق بالله. ما في برنامج بتعلم الواحد بالكمبيوتر هيك بالحاسوب إنه بتعمل هيك، وإنما طريقة أخذ وعطاء ومحاولة فهم الآخر التقرب منه الحساسية. فهذه هو أيضا بين اللوحة، بين القماش، بين الورق، بين اللون وبين الإنسان، الصراع المستمر، وهي علاقة حب وعلاقة غضب وعلاقة عدوانية مليئة بالحب والحب مليئة بالعدوانية. والتحدي، التحدي، التحدي باستمرار أن يسوي شيء الإنسان أقصى شيء بطبيعته هذه اللحظة وأكثر وكررها بعد أكثر، وهذه المأساة. بس هذه هو الثمن الجميل اللي ندفعه للفن، إنه خلقنا شيء خاص فينا واستطعنا هذه قصة الإبداع اللي فينا. الأبيض ممكن مثل هالشيء يتمثل إنه تستعمل شفافية الورق مشان الأبيض، وشوي شوي والشاشة ضرورة في النهاية. في سؤال؟ رنا؟ نعم. في سؤال؟ لا، هذا المرحلة لا. التي نصنع فيها معالم بارز معلوم من عدم تم تشكيله في العالم العربي، ولدينا قدر كبير لهذا الفن سواء في العالم العربي او في العالم بشكل عام. يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ في الفنان مروان قصاب باشي، وهو المشرف الان على اكاديميه دار الفنون السريه، واظن ان في محاضرته او في حواره معنا، والذي أضاف بين الفن بين الحرفة والإبداع مناسبة للتعرف على أشياء كثيرة، خاصة وأن هذه الندوة يحضرها مجموعة من طلاب الأكاديمية الذين في اعتقادي يلح عليهم هذا السؤال المهم للغاية، الفن بين الحرفة والإبداع. ويسعدنا أن يكون معنا هذا المساء الأستاذ عبد الرحمن منيف، وله تجربة مهمة للغاية ومعايشة طويلة في أعمال الأستاذ مروان، وقد كانت نتيجة هذه المعايشة كتاب جميل هو رحلة الفن والحياة. ولد الأستاذ مروان في دمشق عام 1954، وفي عام 1955 إلى عام 1957 درس في جامعة دمشق في كلية الآداب، وفاز بالجائزة الأولى في النحو في معهد الربيع عام 1955. وبين عامين 57 و 63 درس الرسم في الكلية العليا للفنون الجميلة برلين، ونال جائزة كارل بوفر برلين عام 1966، وفي عام 1973 نال جائزة أخرى. والأستاذ مروان بروفيسور زائر، عمل بروفيسورا زائرا للرسم في الكلية العليا للفنون الجميلة برلين بين عام 77 و 79، ومنذ عام 1980 يعمل بروفيسور دائم للرسم في الكلية العليا للفنون الجميلة برلين، وفي عام 1993 اختير عضوا في المجمع الفني البرليني، ويعيش مفضلا للرسم منذ عام 62. انها رحلة طويلة
يصل عمرها تقريبا الى نصف قرن، ويسعدنا هذا المساء ان نستمع الى خلاصه تجربته في مجال التعليم. وقالوا
إنه وادي عطر وإن من هذا الوادي جاءت كلمة العبقري وهو كل ما شديد البأس غريبا وقويا ولكن يوجد أكثر من ذلك وهو الهام المستدري الجن حيث اعتقد العرب أن لكل شاعر عظيم جميل يعطيه الكلام يعطيه الصورة وقد قيل أن جني امرؤ القيس المأمون ونحن نأمل أن يبقى معنا جني هذه الأمسية وأن يبقى مع المبدع طوال الحياة ما هو الجني؟ إنها كناية عن حاجة داخلية للإنسان في التعبير عن نفسه عن وجوده عن حياته ليست من وصف فقط وإنما من ترك إشارات حياتية وجودية تلاحقه وتبقى معه مشكلة الحياة مشكلة الموت ومشكلة الإنسان وقد ترك لنا الإنسان الأول أعظم ما ترك رسومات الكهوف فإذا عدنا إليها ونظرنا فيها نرى تلك الوجودية ونرى خلفها ذلك الجميل المقصود الكناية إنها كانت حياته إنها كانت مصيره أيضا وقد ارتبطت بالصيد بالحيوان الأسطوري الموجود الذي تابعه واستطاع صيده لكي يستكمل حياته أو يتابع حياته وقد ارتبطت هذه الرسوم الرائعة أيضا بمشكلة أو بإشارة واضحة إلى الجنس فقد أكد ذلك الإنسان في تلك الحيوانات أو مع تلك الوحوش العضو الجنسي لتلك الحيوانات ولذلك سنعود في هذه المقطع لاحقا ارتباط الحياة أي الخلق الإبداع بالجنس أو بأي وسيلة عندما أتكلم عادة عن الفن أتكلم عن الفن لأني لا أعتقد أن هناك درجات في الفنان أي أن فنانا جيد ورائع وهام ووسط وأكثر وسيء لا يوجد في الفن أو الفنون في الأدب في الرواية في القصيدة في الموسيقى في المسرح إلا عمل جيد أو لا يوجد وهكذا تظهر لنا ما أعنيه في فكرة الإبداع أو المبدع إن للمبدع صفات صعبة علينا صعب علينا وصفها لماذا؟ قد تكون غيبيات لكن المبدع من يأتي يرتبط بذاته بنفسه الدرجة الأولى والإبداع على المبدع هو صراع دائم بين الذات وبين الطبيعة لتطبيع الطبيعة ولتطبيع الذات حتى يصبح الفنان عدو نفسه وإذا أصبح الفنان عدو نفسه فهذا أو هي أكبر هدية تقدم لذلك الفنان إذن المبدع يشكل الصراع الدائم بينه وبين الشيء وبين الوجود وفي أن يترك أثرا ضروريا
ولدتها من الداخل وليس من الخارج. ونتيجة هذا الصراع يأتي العمل الفني. فإذا أخذنا فن التصوير أو الرسم، وعندما أقصد التصوير أقصد التخطيط، أقصد فن الجرافيك المعروف، وأقصد المالي، وأقصد كل أيضا الفنون الجديدة المطروحة علينا، الكونسيبت والإنشائية والمينيمال وإلى آخره. إن الصورة الإبداعية تأتينا بالدرجة الأولى مع الخيال، مع التصور، وتبدأ تنشأ في أنفسنا وتتحرك، ولكنها هلامية غير واضحة. ونبدأ بالتفاعل مع أنفسنا. وإن هذا الصراع بين الخيال وبين الشيء، بين الخيال وبين الطبيعة، والأكثر بين المادة وتطويع المادة كما يطوع الروائي أو الشاعر كلمته، تأتي تلك المأساة بين الخيال والواقع، بين الخيال والوجود، وتطويع المادة في خلقية جديدة، في تعبير جديد خاص. وبين هذا الصراع بين المادة وبين الخيال يأتي الجديد، يأتي العمل الفني. إن أخلاقية العمل الفني هو فرادته، وهو ضرورة، وهذا أيضا ضرورته. إذن هناك ما يشبه القصة الذاتية في اليوميات التي تسير دائما لكي تشق طريقها في الحياة. إنه ليس الاختراع الذي يتكرر أو ذلك الاكتشاف، فإنه اكتشاف وحيد ولمرة واحدة. نشعر فيه بالفرح ونشعر فيه بالسعادة، ولكن عندما نتصور أن قبضنا على ذلك الشيء يذهب منا ولا يصبح ملكنا في المستقبل، لأننا نقارن في عمل جديد يختلف، له تجربة جديدة ترتبط بالفراغ، ترتبط بالطبيعة، ترتبط بالمجتمع، وترتبط أيضا بطموحات جديدة. إن الخلق أو الإبداع، وأني أحب الخلق والإبداع أن يرتبط هذه الكلمتين، شيء نادر. لقد خلق الله العالم في 6 أيام أو بنقل الكون، ولكن الكون كلمة صعبة، فلن نرجع إلى المراجع. خلق العالم أو الأرض في 6 أيام ثم أحبها وأعجبته. وارتبط مصير الإنسان، وجود الإنسان، بطموحه، بيأسه، بعذابه، بشبابه، بتلك الطبيعة. إن الطبيعة المعلم الأول، ولا يمكن أن نخرج بشيء دون تلك الطبيعة، ودون أن نراقب الطبيعة وأن نلتحم معها وأن ندخل فيها لنتعلم منها. ويدخل جسد الإنسان في تلك الطبيعة، ويدخل الزمن أيضا في تلك الطبيعة. إن ارتباطات الإبداع موجودة دائما وأبدا بحسية مغرقة وضرورية، وهي هبة صعب وصفها. فهناك كما قلت الإنسان الأول ارتباطه بالطبيعة، أي صراعه الدائر مع الطبيعة ومع الحيوان قبل أن يصبح لاهقا متجولا. هناك الحسية التي نتصورها أيضا في الخيال، أننا قد ورثناها من ملايين السنين،
وهناك الجنسية خاصة موجودة مهما كان العمل. فإذا استقلنا لنتصور أو لنرى الأعمال الأولى التي نعرفها ونحبها حتى الآن مهما كانت صفاتها واتجاهها فإننا نرى فيها تلك الجنسية. ونحن العرب من أصحاب الصورة ومن أصحاب الحسية ومن أصحاب القيم. فإذا ذكرت ما قالت الأعرابية، ما لم أعرابية عرضت لها صروف النوى من حيث لم تكن ظلمة، إذا ذكرت ماء العبيد وطيب حصاه وقت الغروب حما، لها آهة عند الصباح وأخرى مساء ولولا الآهتين لجنة. أرى في هذه القصيدة أو تلك الأبيات الثلاثة العظيمة المشمولة طرفا وسببا وإشارة إلى تلك الحسية، ولولا الآهتين لجنة. أصبح إنما الفن ضرورة، وهو يرتبط أيضا بمصير الإنسان. أقول إن الفن في الدرجة الأولى علاقة ذاتية وجدانية لا تتعلق بالآخرين في الدرجة الأولى، في درجة الإبداع تأتي فيها الذكريات، القصة الذاتية، الظرف الزمني، الزمان والفراغ. يصارع فيها الفنان بأمل وبإحباط، بعذاب وحلم، حتى ربما يتحقق شيء. وإذا تحقق هذا الشيء فهو لم يأتي باللاشيء، وإنما أتى من الطبيعة والمجتمع الخاص نعيش فيه، وبذلك تعكس الرواية ويعكس الشعر وتعكس الصورة أو الخط آمال وأحلام وطموحات مجموعة كبيرة من البشر. فتخرج تلك الذاتية من النطاق الخاص إلى النطاق العام، وتصبح في الدرجة الثانية والأولى ملك الآخرين. هناك كلمة متعارف عليها ألا وهي الصومعة العاجية. لقد عرف أصدقائي من أعمل معهم في الدار الأكاديمية رأيا لي أن الفنان فاعل، عامل، زارع، يتعب ليلا نهارا لكي يخرج شيئا، وما كما قلت يجعل أيضا من نفسه عدوا لنفسه. وحسب اعتقادي الشخصي إن ذلك هو الصفة الوحيدة الضرورية لعمل الفن لكي يصبح الإنسان صديق نفسه ربما بين الحين والآخر. لأرجع قليلا لأقول أن فرادة العمل الفني، إن أخلاقية العمل هي الواحدة ومحرم علينا تكرارها. إن في التكرار تعارض فنية لا أخلاقية، وهي تصور العنة الإبداعية والجرائدية في الفن. وهناك بعض الأقوال الجيدة في وصف تلك الحالة، فقد قال مثلا الرسام الكبير
راك أنا أفكر ولكن بالفرشاد. ثم قال الآخر: بدأت أبحث طويلا عن تفاحة لكي آكل منها، وقد وجدتها بعد بحث طويل، ولكنه محرم علي أن آكل من نفس الشجرة تفاحة أخرى، أو كما قال الشاعر والرسام والكاتب كوكتوب: بدأت في ليلة باردة أبحث عن موضع دافئ لخدي ولجبيني ولرأسي حتى دفئت المخدة، وعندما دفئت المخدة وأعطتني الحنان ذهبت إلى بقعة جديدة باردة لأبحث عن لذة جديد. أما فيما يتعلق في الحرفة والإبداع، يقال أنا محترف، فهناك سوء فهم لأني ألفظ الحرفة والحرفية والإبداع في الحرفة على سبيل على حساب الإبداع والخلق، ولنأخذ الحرفة الآن ليس في مضمونها الحرفي للرسام للمبدع، أقصد عفوا اليدوي الذي يدخل بمهارة صنعته كالحذائي أو صانع النحاس أو هناك أمثال كثيرة، ففيها البراعة والحذافة وإمكانية التعلم عليها. إن الحرفة في الفن تتطلب وحدة كاملة في التصوير، تتطلب تضامن كامل متجانس مع القلم، مع الورقة أو القماش، مع الشكل، مع اللون، مع الفراغ، مع الفكرة. ولا يجوز أن تلقي الفكرة على حساب العمل، ولا يجوز أن تلقي الصنعة الغزل في المادة على حساب العمل، ولا يجوز أن تلقي أي عناصر على الأخرى. إن كل صانع فن عليه أن يجد الطريقة التي يعتبرها وراءها ضرورة في تجربته المستمرة فيما يتعلق بهذه الأشياء. ويمكن أن تأخذ مادة قد تبدو لنا بشعة أو ليس فيها البراعة والقدرة، ولكنها في الأصل ضرورة هامة لإعطاء عمل جديد في مضمون جديد يتطلب ذلك العمل. إن ذلك معروف في الأدب، إن ذلك معروف في قصة الشعر وفي الرواية. التحدي الثاني، إن لقد التقيت أكثر من مرة عدو الفنان هو نفسه، وهو أصلا من أصول الإبداع. وإني أقف ذلك بالتحدي إلى جانب العداء الدائم بين النص من أجل الإبداع يأتي التحدي. فكما قلت أن الفرادة هي في عمل جديد، في خط جديد، في إشارة جديدة، لها حقها ولها ضرورتها. وعلينا السؤال في استمرار: هل ما نعمله ضروري؟ والجواب يجب أن يأتي منا من ذاتنا. فإذا لم يكن ضروري
فعلينا تحطيمه، علينا طرده من فراغنا، من مكاننا، من عالمنا. أما التحدي فهو أساس مربوط أيضا بذلك العبارة. نحن نعلم ذلك التحدي المستمر في العمل، وذلك العذاب المر الجميل الحلو الضروري، وعدم التحدي وعدم العداء المذكور يأتي ببلادة لا يجوز أن نقول عنها إبداع، قد نقول عنها حرفة أو صنعة تقدر للآخرين. قد أجدوا أمثالا، كنت البارحة في بيت كريم وكانت عشرات اللوحات المعلقة على حيطان جميلة، نظرت إلى الأعمال أعرفها من دمشق في بيوت الطبقة الوسطى والبرجوازية الكبيرة، جاءت من إيطاليا في مصانع فيها الغابة والبحيرة وفيها البطة وفيها الجزيرة وفيها الماء العذب وفيها كل ما فيها إلى آخره. وعندما أقول ذلك قد تتصورون البحيرة، فتأتي بحيرة مونيه وتأتي بحيرة رنوان أو تأتي بحيرة كولستر وآخرين، وتتصورون تلك الصورة كما تتصورونها، ولكنها ليست بحيرة وليست جزيرة وليست ماء، إنها موجودة كذلك لأنها ليست موجودة وربما موجودة. إذا أخذنا الطبيعة والاندماج فيها، قال سيزان لعودة إليكم إلى الطبيعة، إن المعلم الأول هو الطبيعة، وقد انصهر فيها وحاول باستمرار وبإحباط، اعتبره إحباط ولكنه كان روعة العطاء والإبداع، يترك أعماله، يغضب عليها، يعود إليها. وما تركه لنا ذلك الفنان العظيم لهذا القرن، الأستاذ الأول المبدع العواد الأول، كان حواره المستمر لفهم هذه الطبيعة. التأمل، لم يتأمل سيزان والآخرون فقط الطبيعة، بل الفنان بوستر، الفنان الرائع العظيم، كان يتأمل الطبيعة لدرجات لا نتصورها، لساعات حتى منتصف النهار أو أكثر، ليدخل فيها كمتعبد متعبد. ومن يرى لمحات كونستر يشعر بذلك التعبد التصوري مع الأشياء، مع الماء. إذا عدنا إلى الطبيعة، مع طبيعة الأشياء، وهناك فنان عظيم
الإبداع والطفولة، لأنني تكلمت عن الفرق عن الإبداعي عن الحسية والأهوسية، وتكلمت أيضا عن الأعرابية. يعود إلى الطفل، نقول أن ما يسمى الأطفال في حدة أو في أعلى درجات الإبداع. أتصور إن عدم تمكنهم، والحمد لله، على المادة ثم ارتباطهم بعالم طفولي ما قبل المراهقة الأولى والثانية جعل تلك الإشارات الورقية أو الأشياء الأخرى تبدو لنا وهي كذلك رائعة تجذب الانتباه، ولكن عندما تكتمل السنين الأولى وتأتي المراهقة الأولى يجعل المجتمع هؤلاء الأطفال نساء أو رجالا يعرفون الباب والشجرة والكلمة والجوع والعطش، وغالبا مع الوقت دون أن يعرفون الباب أو الشجرة أو الجوع أو الوجه أو الحرمان إلى آخره. قد يبدو في كلامي حتى الآن لبعض الناس ذاتية متطرفة في قضية الإبداع وبعدا كبيرا عن الارتباط في المجتمع، وأعتقد أن في ذلك خطأ، لأني قلت أن الفنان هو ضمير الناس، ضمير المجتمع، والفنان الجيد هو هذا الضمير إلى جانب اعتقادي كما قلت سابقا أن الفنان ظاهرة نادرة نأتي قد تأتينا في عصر كامل بعدد لا يتراوح بعدد أصبع الإسرائيليين. إن الفنان الجيد وممكن استشهاد كثير من الفنانين يرتبط بمجتمعه ويكون ضميرها بشكل ذاتي وفردي، وليس هناك طريقة خاصة ووحيدة للتعبير عن الشيء، عن الفن، عن ماهية العمل الفني مهما كان، وإنما هناك طرق لا حصر لها، علينا اكتشافها، علينا التقرب منها، علينا أن نلامسها، أن نبحث عنها. إن ذلك لا يرتبط بشهر أو سنة أو سنين، إن مجمل ذلك ماهية القصة الذاتية، وإن حكمنا على تلك الأشياء هو الموت، الموت الجسدي أو العنة الفكرية. وواجب الرسام أو المبدع عندما يلامس تلك العنة ذلك الضمير أخلاقيا أن يتوقف، لأنه كان قال كلمته. إننا نتعرف حسب التجربة التاريخية على أن العمل الفني يحتاج على الأقل إذا أخذنا اعتبار ابن خلدون أن الجيل 30 عاما على الأقل إلى جيلين حتى يتصفى ما تعلق من ذلك العمل من زمن معاصر من مجتمع من أخطاء حتى يأتي الحكم صافيا دون تلك الالتباسات. ولكن إن هذا القرار الذاتي كما قلت له ضروب متعددة لا حصر لها، وهذا ما يفرح وهذا ما يعطينا الأمل
والألم في نفس الوقت. هناك شهود كثيرة ولكنها في نفس الوقت إذا حصلناها قليلا. فنعم ربط مسيره الفني والإنساني على اعتبار أن الفن بالدرجة الأولى إنساني في لحظة تاريخية معينة في مجتمع معين بحياة المجموعة وأمالها الصاخبة، وأكثر من ذلك آلامها التي لا تتصور. لنأخذ الرسام غويا، لقد ربط مصيره ووعيه الفني بوعيه الكامل كإنسان دون أن ينفصل أن يعمل جرائديا أو فنانا بحياة تلك الحقبة السوداء في إسبانيا السوداء. فأخرج لنا شهادة عظيمة على تلك الحقبة المظلمة القاهرة المغتصبة في حياة الكنيسة الإسبانية وتلك المضاربة التي لا نستطيع تصورها تلك الحقبة. لقد كان شاهدا وشهادته فنية وشهادته زمنية وشهادتها عظيمة. وهذا الفرق بين الجرائدية وبين الإبداع، وهذا وللأسف ما يغمر كثيرا إذا رجعنا إلى الحقبة. والداعي للكلمة عندما تكلم معي صديقي علي ماهر أن الضحايا كثيرة في بلادنا وربما في العالم الثالث، أن نتجه إلى الجرائدية الساعية لإعطاء معايير يوميا على حساب الإبداع الذي قد نقيم به ونعطي به حقائقا تاريخية أكبر وأعظم. وأحب أن أعود قليلا إلى تجربة أساسية ليست محصورة فقط في العالم الثالث أو بلاد الشرق أو بلاد العربي، وهي مشكلة الكلمة واللون، مشكلة الحرف والصورة. وللأسف إن الحرف قد يكون الحرف أعظم من الكلمة. تلك اللغوصة عندما تقال الكلمة وعندما تأتي المصدر صاحبها جميل وذلك الحرف أليم لام سين يفهم لدى أغلب الناس أن العمل الفني كتابة صورية لشيء لحكاية لموضوع نرى فيه الحزن الفرح الحركة الاطمئنان إلى كذا. كثير من الوصفات التي لا أبالي لا أريد أن أدخل فيها لأنها معروفة ويضيع أو يذهب القصد الفني. أصبح نريد أن نفهم العمل الفني عن طريق الكلمة، عن طريق تجربتنا، لأننا نتلمس العالم مثل الطفل الأول يقول عندما يقول أبي أمي بابا أم. في نفس الطريقة نريد عندما تعلمنا الكلمة لنتلمس فيها عالمنا ونقضي بها مقاصدنا أيضا أن ندخل عالم اللوحة، لأنه ليس لنا الثقافة الفردية أو الموهبة الفنية التي نستطيع أن نرى في العمل الفني عملا ليس له دخل بالكلمة، وإنما العمل الفني بحد ذاته هو الشيء وهو الماهية. ولذلك من الصعب
الخروج عن هذه القاعدة. وإذا رجعت الآن إلى بداية حديثي، إذا الإنسان الأول عرف عالمه أو استطاع أن يتحداه وجودياً ويتغلب عليه، أو أن يسيره إما بالسرقة بالعواري وأكثر من ذلك بالذل كالحفرة الخطية، بالمال، بالفحم، بالإصبع، باليد، يعني تلك الأشياء. وللأسف الكبير إن معظمنا قد نسي تلك الإشارة. قال صديقي عبد الرحمن: أبنتك خدشة إذا ذهبنا لا يضر، ولكن أبنتك خدشة. إنه ذلك الخدش الذي نقصده. ومن الضروري بعد الزكاة جويا أن أرجع إلى مثل عظيم وعامل، وهو الرسام غوستاف كوربي. لقد ربط الفنان العظيم الواقعي، وأريد أن أقول بين قوسين أن الواقعية هي غير الطبيعية، أي النوتراليزم، لأن الواقعية أقرب منها إلى التجريدية بمفاهيم النوابيس والقواعد والبنائية من التي تعتبر مسبة في الشمال الطبيعية في حالة تقليد الطبيعة الشيء بمهارة رائعة. نرى الدموع ونرى الغروب ونرى الآخرين. ذلك الفنان العظيم الذي ربط مصيره الشخصي والذاتي والوجودي والاجتماعي بحركة مجيدة كانت الضوء الجديد، ليس القديم ولكنه الضوء الطاعم الكوموني. للأسف لا أعرف ما هو هذا الكوموني. تلك التعبئات الوجدانية في سبب حصولي على عدالة اجتماعية. فقد دخل معها وكان قائدها ضد الاضطهاد الملكي واضطهاد النبلاء، وحارب معها بساعده. وعندما عاد نابليون الثالث اعتقل كوربيه، وقد اضطر لدفع ما حطم الكتاب بإمكان كبير لنابليون بأن يدفع ثمنه ويعاد بنائه. ولذلك فإن معظم ما رسم كوربيه في سنواته الأخيرة كان فقط لدفع ذلك الدين، لدفع ذلك الحلم الأول. إن من أعظم الإشارات الواقعية أو الارتباط في فكرة العدالة الاجتماعية لوحة صغيرة للكوربيه ذكرتها لأصدقائي قبل أيام. صورة منظر تحت الماء، فنحن نرى بعض الأعشاب في تتحرك نحو اليسار بسرديات المياه، ثم نكتشف جمجمة بشرية، ونجد كما نقول مارجن سنجل طويل على أول، ونرى ثقبا صغيرا في جبهة تلك الجمجمة فقط. إننا نتعرف بهذه المأساة، بهذه الإشارة الرائعة، دون أن نشير إلى مأساة الإصبع، إلى مأساة الإنسان، إلى مأساة الأم، إلى مأساة القيام، ضياع الولد الزوج، ضياع الفكرة مبدئياً، فكرة العدالة الاجتماعية.
أما تسوم الأخبار الأخرى التي تعتز في جامعتها العامة، كلما رسمت فيه بنائية تصويرية وفيها فكرة العمل الفني اللوحة ليست وصفا كلاميا يزهرد ويداعب أحلاما كل الطبقات وبالدرجة الأولى طبقة معينة، وإنما يضع الشيء وهو شيء اللوحة وغرض اللوحة. ثم هناك الفنان العظيم بيكاسو في لوحته الخالدان أترك كلمة الخلود لنتغاضى عن الكلمات العظيمة الكبيرة الهائلة. لوحة غورنكا لقد ربط مسيرها أيضا بيكاسو بالحركة المارسية الشيوعية، ولا أقولها مجازا، العدالة الاجتماعية، عدالة الإنسان. وكانت تلك الثورة الرائعة، ثورة الجمهورية الإسلامية الديمقراطية، وقد واجهها العدوان الخارجي من كل أوروبا، فأصبحت مثلا بين صراعين، الرأسمالية والعدالة الاجتماعية، وقد جاء إلى إسبانيا من كل الأطراف من اليمين إلى اليسار. ونحن نعرف تلك الحقبة السوداء، استبداد فرانكو وذلك الظلام. تلك اللوحة العظيمة غورنكا جاء بها مثلا فنيا ولكنه أيضا سياسيا، وضع فيه لابيازو، جاء به وضع فيه قصة إسبانيا وقصة تلك الثورة. أصبح أعود لأقول أنه لا يوجد طريقة وحيدة لنصنع الفن، وإنما نحن نصنع الفن. والطريق بالنسبة للشباب، وعندما أقول الشباب مجازا أيضا أقصد به الشابات، طريقة خاصة كاكتشاف الإله، ليس اكتشاف أو الوصول إلى الله جماعيا، وإنه موضوع خاص كيف نصل به إلى الله. وقبل أن أنتهي، ربما طال الحديث عليكم، نعود إلى نقطة أساسية تشغل بالي وفكري، فكرة الجغرافيا والإبداع. الجغرافيا والإبداع، صرت أعتقد أن الفن بأصوله كلها أبدا مسرحية ينطبق بجغرافية معينة، ليس بصفات الجغرافية كي لا يفهم قصدي، أي إشارات الجغرافية مثل العقال، الحرف العربي، الكتاب إلى آخره، الجرائدية الجغرافية، وإنما حضن ترابي أقولها بشكل نبيل، نبتنا فيه. وإذا أخذناه علميا فإن فيه التربة ذات اللون كذا، فيه الهواء، فيه كذا، فيه شجر الكيمة، فيه الزيتونة، فيها الذكرى الماضية للطفولة التي طبعت أحاسيسنا الأولى. بكل هذه الأشياء نحملها معنا وتربط ضميرنا بشكل بديهي ما حين اختزالي مدى الحياة. ألاحظ أن الفن في إيطاليا تصويري حتى في هذه الفترة بسبب جغرافيته يختلف ماهية، لونا، معنى عن فن ألمانيا، لأنها
فيش بعيدة عن حوض بحر الأبيض المتوسط. وإذا أخذنا الولايات المتحدة فنرى نأخذ غربها أنها لها فن معين له ظروفه له طبيعته. ولذلك إن البعد عن الجغرافية وخاصة بسبب الإنترنت والفاكس وإلى آخره في نظري البعد الذاتي عن الشخص عن ضمير الفنان. نجد أمثالا جيدة يعرفها الأصدقاء من فنانين فلسطينيين أو استطاعوا وسائل حديثة أن يحتفظوا بجغرافيتهم وبقضاياهم. وعندما أقول الجغرافية أو أقول القضية أتمنى أن لا أفهم بأنها إشارة جغرافية وشعارة، إنها أشياء ضميرية وجدانية وخاصة أيضا. إن الأشياء البسيطة هي الأشياء العظيمة، وما نعتبره عظيما في الحياة يبدو لها سخيفا ومعقدا ربما. صوت عصفور، ورقة شجر، أو ابتسامة فتاة بطل البصر، جيلان عمان في اليوم الأول. وكما بدأت في سيرة سورة النور من القرآن الكريم أريد أن أنهيها بمنسوبة: إن لأولياء الله شرابا إذا شربوا منه سكروا وإذا سكروا ذابوا وإذا ذابوا طابوا وإذا طابوا اتصلوا وإذا اتصلوا وصلوا ولا فرق بينهم وبين حبيبه. منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشكرا.
شاعر عندك قصيدة أو بدك تكتب رواية بدك تكون متمكن من المادة اللي عندك، فإنما بالدرجة الأولى المواد تبع اللوحة، اللون، الشكل، الحجم، التوتر اللي فيها، كلها بتتل بدها تتحد مع بعضها، ما في واحد يضيع على حساب الثاني حتى تطلع اللوحة مثل القصة اللي صارت الشاعر. بس هاد موجة من الأشكال الحرفية؟ لا، هذه واجب هذا الفرق. لنفرض واحد بصري بيطلع عيون شيء عظيم كثير الى اخره، بس بنظر فيه عد مثلا الفنانين هذي الظاهرين، مثلا بتذكر سيزان، بتذكر موني، بتذكر مثلا روسكو، بتذكر شو اسمه مثلا التعبير الالماني بعد هذي، بعدين بوقف يعني ما بيخطر ببالي كثير. لاحظ فيه يعني ظهور فنان عظيم في إمة معينة أو في منطقة معينة هي حادثة تاريخية بالدرجة الأولى ونادرة. وبعدين مثل ما قلت لكم دائما الزمن بالصفي، والخطر خلي بيرجع إنه شو في موضة الآن، لأن في مشكلة كمان ثانية. الموضوع كنا بنتحدث عن سؤال شو مال، بس لا بأس إنه تعرضت لكم، كنت أنا تعرضت عليها لما كان عمل في أخونا الدكتور عصفور عن هذا. أنا بعرف أنه في جماعة اللي أقرب وأوضاعهم متيسرة لهم بالوطن العربي أو العالم الخارج، نقول الوطن العربي، يروحوا لباريس شهر أو إلى نيويورك شهر، لأنه صارت نيويورك أو لندن. فهذول اللي بيروحوا بيتفرجوا شو في موجود، ما بيحس إنه واحد مثل مثلا عايش بلد برلين بيعرف مداخله ومخارجه، بيعرف السوق هذه، بيشوفوا شغلات طالعة جديد موضة من صبيان أو من جماعة كبار وإلى آخره، بيخلطوا الحابل بالنابل. وبيرجعوا بيعملوا حالهم افانجارد، بتعرفوا الافانجارد هاي طليعيين، وبتصوروا اخذوا الزبده ما بتنتهى. لنرجع باعتبار الزبده ما بتتاخذ هيك، بدها طريق، بدها بيوغرافية، قصه ذاتيه، بدها صراع. وباعتباري وصلت هلا للصراع كنت بتمنى الوقت يكون اكثر لاحكي عن صديقه عزيزه علي كثير، بس أعز عليك أكثر من صديق رسامة، وهي السيدة سهى شومان. سهى شومان ممكن الآن نطلع على بعض أعمالها، للأسف في أشياء كثيرة موجودة، في أشياء كثيرة هامة ما موجودة. ممكن ننظر لأعمال تقريبا بين عقد ونصف، يعني 15 سنة بالضبط. ممكن ناخذ منها مثال القصة الذاتية باللوحة، وقصة الأدب والطبيعة، وقصة الوصف الخارجي أيضا بماهية اللوحة. سهى شومان درست الرسم في محترف لسيدة عظيمة كبيرة فخر النساء، زوجها بتصور الأمير زيد، ربما خطأ بس ما مشكلة. إجت مشهورة جدا في باريس في الخمسينات وفي الستينات، قررت رغم الشيء انها تجي للأردن وفتحت بيتها كمحترف. فاجوا بعض سيدات المجتمع الأردني للرسامة بتعلموا عنها، وهيدي الفكرة الخبرة الإبداعية والفنية عند الرسامة الكبيرة فخر النساء قدمتها
تواجد ثورتي لبعض السيدات او ربما رجال الاردن. ومنهم طلع سهى، يعني سهى عندها الموهبه الاساسيه سهى شومان، بس صقلتها ايضا فكره الفن عند فخ النساء وعدم اي بهرجه او طرق جانبيه بعيده عن مشكله الفن. سهى شومان من عائله مقدسيه من فلسطين بيت حلمي، عائله وطنيه مشهوره جدا من جدها وجد جدها وابوها. بيت شومان بالاحرى حليم الان للاسف في القدس الغربيه احتلوه من زمان اليهود قصر كبير وساكنين فيه. طفوله شومان وارتباطها بفلسطين وارتباطها بالقضيه الفلسطينيه اعطى اعمالها نكهه خاصه، فلا ما اعطاها لا السيف ولا اعطاها الحصان ولا اعطاها الزهرمي ولا اعطاها، وانما ارتباط ارضي، ارتباط بالتراب، ارتباط الذكرى الارض اللي بتشعر هي جسدها، انه هي ملكك وذخيرتك وخلفيتك مقدمتك. موقفها الوطني موقف مثل المرآة، واستطاعت بدون هي ان تعرف انه تربط قصتها الفنية بفنها بأرضها. بس لأرجع أقول بدون وصف وبدون أدب، هذه مشكلتنا نحن، هذه بدنا نحاول نربط أو نتعرف على العالم على الرسمة من خلال تصور أدبي أو من خلال وصفة أدبية سيرة حكاية. سهى شومان نجحت جدا بدون أي سؤال أو توضيح أو اعتراض أن قضية الأرض، قضية التربية، قضية الجسد، قضية الأخلاق تلتحم مع القماش، مع اللون، بذكاء فني، بذكاء تصويري، بذكاء بنائي، دون أن تتعرض للوصف الأدبي. وبعرف أنا سهى ما بتفهم إلى شمال، أقصد بذلك أن سهى شومان برسمها في معاناة، في ألم كبير، سببه البحث دائما عن الجديد، عن الاكتشاف والسؤال هل تعرضت له قبل ما يجي سامر، أنه هل هالشيء ضرورة؟ هل هذا هو إبداع؟ هل هذا هو فن؟ الشك الدائم والمستمر في أعمالها، والشك الدائم في أعمالنا يعتبر الوسيلة الأولى الضرورية بأن يكون هناك العمل خرج ورسم في مسؤولية. وكما ذكرت لكم سوف نرى بعض الأعمال، أتصور أن بدايتها قبل عقد المنصف يعني 15-16-17 عام، وأعمال حديثة لنرى التطور بشكل بسيط مدى حلال. إن سهى مثل جيد للارتباط الجغرافي ولكنه العالمي أيضا، لأن سهى ليست في صورها محلية بقضية الحصان وإلى آخره، وإنما محليتها لسهى وإبداعها في المحلية جعلها أيضا عالمية. وقبل أن ننظر إلى أعمال سهى، بعض أعمالها أتصور وأعتقد أنها فنانة في المستوى الأول وفي الطليعة في العالم العربي، وإنما وليس فقط وإنما أيضا تستطيع أن تثبت خطاها كموقف، لأن الرسم كما قلت لكم أكثر من مرة كان قضية موقف، موقف مني تجاه الحياة، تجاه التعطي، تجاه الموت، تجاه الأبدية، تجاه التجلي إلى آخره. أن سهى ليست فقط فنانة جيدة وطليعية من طلائع الفنانين العرب، وإنما أيضا أتصور وأعتقد أنها تستطيع
أن تثبت قطاعها كموقف أيضا في أوروبا أو في العالم. والآن سنتوقف في الديار الجميلة ديار سوهاج لندخل لنرى بعض الأعمال. أهلاً. لا خليه محمد. هون يا محمد. دعونا. خذ معي مع الدكتور علي. درست السيدة سوهاج عن فقر النساء. اللوحات الموجودة هون أعتقد أن لوحة المسيرة هي أقدم اللوحات الموجودة. سوف نلاحظ في رؤية هذه اللوحات الترتيب الموسيقي الجيد الذي تمتزج فيه الطبيعة مع الإنسان. فإذا أخذنا هذه الأشكال وحركاتها الموسيقية المتعددة، واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، والانفتاح، فخلق الإنسان بشكل غامض واضح دون أي توريط أدبي يزعج العين والشكل. اختلطت جسد الإنسان بالشجرة، أي ارتباط الإنسان بالطبيعة ثم بالسطح الواحد. ليست هناك أبعاد البعد الثالث أو الرابع وإنما البعد الواحد. أيضا بالنسبة لما الحركة كما قلت الموسيقية هي الحركة. أيضا كما تكلمت لكم الزخرفة الأورنمنت الدائرية باستمرار التي تتكرر كالكتابة كالحرف، ثم تتكرر الزخرفة جديدة في هذه الأشكال. إذا نظرنا إلى الأعمال المتأخرة مثل هذه الأعمال نرى تقريبا بعد 10 سنوات أو 8 سنوات أن الأشياء التي تعلمتها سوهاج وكانت صح وما تزالت صح، وأعتقد من أجمل لوحات سوهاج، دخلت في قنوات جديدة للتجربة وخرجت في تجربة جديدة لها علاقة في بتراء البتراء. لم ترسم سوهاج البتراء كما يرسمها المستشرقون أو كما يرسمها الرومانتيكيون، وإنما نرى أن التجربة الموسيقية واللونية تدخل في التفكير الأساسي عند سوهاج شومان. أيضا فيما يتعلق بالتلوين، فإذا أخذنا هذا الأزرق الأحمر ثم الأحمر الذي مع العود الأزرق نجد أن نفس الأشياء قد تطورت ورؤية بشكل جديد في هذه اللوحة أو اللوحة الثانية أو الثالثة. أي كما ذكرت لكم أن الإنسان الرسام الفنان المبدع لا يسير في طريق صاعدة مستمرة، وإنما هناك الحلزونية، أي أن يتقدم الإنسان بعض الخطوات ثم أن يراجع نفسه ليعود قليلا إلى تجربته القديمة ثم يأتي بجديد يمزجه مع القديم وهكذا. إن هذه اللوحات أعتقد في نهاية الثمانينات بين 86 85 89 هذه اللوحات هي الأجل. لقد جاءت تجربة جديدة فأصبح تلك الحدود الألغام اللونية بين البرتقالي والأزرق، وأيضا بعض الأشياء التي تظهر لنا خطأ لتؤكد صحة اللوحة، أي أن الخطأ يؤكد الصحة وهناك أخطاء ضرورية.
فعل ذلك بشكل علماء او كما يقول مولانا خطأ المقصود لان الكمال فقط للجلالة. الخطأ في الفهم المقصود هو ضرورة قصوى واصعب من الكمال. ان تجعل تضع الخطأ لتأتي بتوتر جديد بشيء جديد. والله عفوا حبيبي سامر بدي استراح هذا المنزل الضروري لطريق السلطان. وهناك شيء اساسي الحلزونيه، اي ان الانسان ليس تابع لموضه الملابس عليه ان ينجز الا بس ملابس المصر القادم. إذا نظرنا إلى المسيرة كما رأينا قبل الآن، ثم لعبنا لوحات البتراء، لعبنا بهذه اللوحة لنرى أن هناك قاسمة مشتركة في تنظيم التشكيل. قدرت يد الكلام في الوحدة الأولى غريبا، ولكن تلك المقاطع الطولية المتناغمة باستمرار عند السيدة سهى نراها في هذه اللوحة أن هناك ثلاثة أقسام، الأول الثاني ثم الثالث. فإذا تصورنا أن اللوحة عملية فهمنا أو ربما رأيناها بشكل أوضح. ثم ذلك التناغم اللوني مع ثلاثة ألوان، الأصفر ثم ذلك اللون البني ثم ذلك اللون القرمزي. وهناك إشارات كتابية أيضا تؤكد ذلك التناغم بطريقة أخرى تعود له سهى غالبا في معظم لوحاتها. إذا أخذ هذا التناغم أقصد تلك الإشارات، تلك الإشارات لتضع مجازا بعض النقاط على الحروف. إذا هناك تلك السطوح التي تحرك أعمال سها والتي توظفها بعفوية ربما ودون تحديد سابق بشكل مثقف ثقافي، وإنما بالسليقة التي موجود فيها نراها تتكرر في كل الأعمال. وإذا رجعنا إلى هذه المجموعة، جاءت سها بفترة لاحقة أو سابقة بتجربة جديدة، تلك التجربة التي قد ارتبطت جسديا وثقافيا وعاطفيا بأرض معينة، وجعلت من هذه الأرض المعينة الجغرافية كما قلت عدة مرات عامة جديدة صالحة في كل العالم. نرى أن التغيير الذي وقع أن الخطوط الطولية، وهذا من رمل بترة، إنما نعلم أنه من رمل بترة له فقط رصيد خاص عند الفنان للآخرين وما غيرهم هم أملاك. بالنسبة للسيدة سهى فإن ذلك الرمل الذي جمعت بيديها من وادي الأنباط ثم تلك الخطوط، وجاءت بتلك الكتابات الهلوسية بالتأكيد بالنسبة للحركة الداخلية، بالنسبة للموسيقية أو بالنسبة للشروق اللونية الموجودة. فعندما كانت الإشارة مادية تظهر نحو هذه الإشارات نحو الخارج، أصبحت متأن بيئات داخلية في صلب الجرح الخط الحرب ذهب إلى الداخل، بينما الجرح الخط يأتي من الخارج. يوجد مجموعة، ونرى أن المجموعة ليست هي كما يقولون مجموعة متعددة متواليات تنسجم مع بعضها لتأتي مجموعة جديدة وهي مجموعة واحدة. الجواب عليها هذه المجموعة سوف نرى ما
بعد قليل عملين أو ثلاثة من أعمال صفاء بواسطة الفيديو لأنه تعذر علي أو لم أرد أن أجد مرحلة كبيرة من دار صفاء لهذه المناسبة وسنتعرض لها عن طريق الفيديو لرؤية الأعمال الباركورة الأولى كيف مات خلال أثرها حتى الآن في أعمالها أو التي حدثت وتطورت بها وهناك جملة قد تكون جيدة لبسها ماتيس إن العمل الأول للفنان يقرر مصيره وإن العمل الأول للفنان يحمل جنيات الأعمال اللاحقة كلها وعلى هذا عندما نرى بعد ذلك أعمال الصفة الأولية من المسيرة وأعتقد أني صادق أن اسمها المسيرة ذلك الارتباط التربي أو الطريقي في تلك الحاجة إذا نظرنا تلك الأحجار النمطية كانت السنة كانت السيدة سرحمان تمشي في وادي الأنبار ساعات وساعات لتجد بعض الأحجار لأنها لا ترسل شركة المال الباكة عنها وأنها وجدتها عن طريق البحث الطويل لمدة ساعات وأعتقد إذا لم يسلم أخطأ أنها بعض الآثار النبطية التي بسبب الأمور الإمكانية أو بسبب الصناعات الخارجية التي كانت الموارد. وقالت لي السفهاء عندما أرى بعض الأحجار أسمع أن الحجر الناديني يقول لي يا سهى خذيني معك خذيني معك فتحمل المرأة سهى ربما نصف ساعة أو ست ساعات وتصعد به إلى دارها وعن ذلك البحث المستمر لا أعرف ما كم استمر جاءت هذه المجموعة الأحجار ووضعتها سهى قشر واحد إنارية تغني مشيد الأبار في تلك الفترة. لا يوجد علاقة واضحة بتلك الدائرة. قد تكون موجودة لا أصدقائكم ولكن هناك إمكانية حتى تكون مع السرعة عنها أن تكون مرتبطة لك أو لا. هناك مسألة نتكلم عنها باستمرار مسألة الاختزال والاختصار والتحديد. لا أعتقد أن الضوء كافي من المقابل الخلفة لنرى جوارب جديد كما ذكرت لكم عندما تأتي بعض اللوحات أو الأعمال الفنية عندما نتصور أو نعتقد أننا قد مشينا فيها شوطا وأنها قد انتهت يأتي جواب جديد لعمل جديد على العمل السابق أصبح قد يكون العمل الفني أي البيوغرافية الفنية قصدة الفن هي جواب مستمر من عمل السابق على عمل اللاحق إلى عمل الجديد الثالث نعود به إلى الثاني ومن الثاني إلى الرابع ثم من الثالث وقد نعود إلى الأول بالذكرى لنكتسب بعض العناصر نجمعها مع السابع لنأتي بالعاشر فضل ذات 4 5 6 7 8 موجودات الآن إن التحدي الدائم لدى الفنان يجعله في بحث دائم عن أشكال جديدة وعن إمكانيات جديدة لعمل الفني ونرى عند الصفحة في فترة لاحقة عن البتراء أي أنها الرسوم الشرقولية لم ترضى أو اعتبرت أنها توقفت الآن وليس من حقها أن تتابع لأنها أصبحت معروفة بالنسبة لها فجاءت بحواجز جديدة موانع جديدة أي بعدو جديد وتحدي جديد فخرجت هذه اللوحات الكتابية وسوها ملونة بالدرجة الأولى ملونة جيدة
فجاءت هذا الحواري الشكل هذه الأشكال هذه الكتابات التي شبيهة بالهلوسة ثم ربطها بالشكل تلك الكتابات الصغيرة الكبيرة حتى تأتي في نظام مجموع مرتبط مع بعضه أو أن تتغير كما نرى في هذه اللمحة في مهارة جيدة ورائعة إلى كتابات خلفية وتتدبر لا نعرف هل الكتابة هي الظاهر أو الباطن ليس بالمعنى العربي أقصد العربي مثلا وإنما البصري ولا نرى أي سوء أو سفسطائية في تلك الأشكال إنما يؤلمني في الرسم العربي عندما يأتي الأشكال السفسطائية والبلاغة العميقة لدى بعض المستمعين لا فيها جمالا نستطيع أن نقرأها دون أن نقرأها نفهمها دون أن نفهمها ندخل منها ونخرج منها أيضا بنفس الحركة بنفس الأسلوب بنفس الموسيقية وإذا انتقلنا إلى تلك العمل فهو جامع بين ما قلت تجربة بصرة أحجار بصرة سطور بصرة ثم إلى تلك الكتابات أرجو أن أفهم عندما أقول الكتابات لا أقول الكتابات الأدبية وإنما إشعارات موسيقية نفسية لونية أيضا تجريبية فيها الماهية كما قلت نستوعبها تدخل إلينا وتؤثر فينا ونستمر في تلك الحركة محاولة فهم اللوحة ليست لأنها حزيرة ولكن نعرف أن العمل الفني العظيم دائما يعطي السؤال عندما نستطيع أو نتصور أننا قد فهمنا العمل يهرب منا وعندما يهرب منا نقبض عليه من جديد إن تلك الحركة الدائمة بين الغيبية والحضور تؤكد عظمة العمل الفني فهناك التطور من ذلك التطور الجميل أربعة نماذج زخرفية وأقصد بها الزخرفية عندما أتكلم عن الواصل أقول زخرفية ولا أقصد فيها السلبية وإنما في على أعلى درجات الإيجابية فهناك أربعة أجوبة مطروحة وهناك دراسة في قضية التصوير في قضية اللون في قضية البحث عن الذات الفنية التي نجدها عن سؤال أنه تلك الحساسية الرائعة اللونية إذا وجدنا ذلك البرتقالي الخفيف الذي يأتي من الفم ثم يغطى بذلك البن البرتقالي الغالب الأرضي أيضا وذلك السواد الشاحب البني بعملية جميلة تختلف بإيقاع بها من بقعة إلى بقعة وذلك النور المستمر الضوء المستمر الذي أتحدث عنه غالبا يحاول الخروج من اللوحة ولكنه ينضبط مرة أخرى يعود إلى السطح الأول وأيضا هذه اللوحة وتلك البراعة في الشعر أرجع لأقول ارتباطها الجغرافي ولكن أيضا ارتباطها العالمي الكتابات على الرمل ثم ما قبلها أعمال بترا أقول التي رسمت بشكل رائع من الناحية التصويرية لا يوجد أي سؤال أو أي نقطة ضعف نقول عنها لو وإنما في تكامل جيد وفي خطة صناعية كما قلت تلتحم في كبت كامل اللوحة من المادة من اللون من الإشعاع من النور من القصة وأيضا أريد أن أؤكد على أسئلة كثيرة تطرح من الشباب وغير الشباب قضية التجديد أو الواقعية نرى هنا أنه لا يوجد سؤال أو إلحاح أو ضرورة أن نعرف هل هذا واقع أو تجريب إنها لوحة وإنها بحد ذاتها هي الشيء هي القصد وهي المقصود وهي تجريبية أو واقعية لا تهم إنها واقعية في وجودها واقعية في تأثيرها واقعية في إلحاحها على أنفسنا على داخلنا كما قلت تعطي الفرح أكثر من الحزن وهذه مسألة نسبية ولكن
قضية الواقع التجريد إلى آخره، الذي لا يهم إنما يهم أنها لوحة بالدرجة الأولى وعمل فني. ثم ذلك الحوار الرائع المستمر الخفي بين تلك الأشكال التي تظهر هكذا ثم تنطبق ثم تذهب دون إلحاح الآية أنه هكذا، إنها هي، لا نقول أن هذا رأس أو رأس أو رأسين أو ثلاثة، إنها مجموعة كاملة مترابطة بحد ذاتها وفي الشيء. وإذا دخلنا إلى تجربة أخرى وآمل أن يكون الضوء كافي، نرى أن هذه المجموعة الجديدة قد جمعت الرسامة أو الفنانة تجارب كثيرة في لوحة جديدة، وهذا ما أقصد به في الحالة الزوجية تلك الحركة المستمرة حتى النهاية في البحر. لا يوجد شيء جديد مطلق، وإنما يوجد أشياء صغيرة إذا تعرفنا عليها وأحببناها فإنما نأتي بكثير. نجد أن التجارب التي رأيناها في اللوحات الأولى المسيرة وما شبه المسيرة، ثم في لوحات بترا، ثم بعدها اللوحات الرملية، ثم في المرحلة الجديدة التي قبل، تعود تندجي المراحل في بعضها دون عملية حسابية وإنما عقلية طبيعية لتأتي بهذه التجارب. وللأسف الجمهور ليس كافي هنا لتقرأ تلك اللوحات. لقد أخذت تلك الرسوم بالبرتوديش أو تلك بالتجربة التي جاءت هنا أو هنا، وجاءت في أعمال فيها العناد وفيها البحث وفيها الكتاب. إن سهى الشمان مثل جيد للبحث عن الهوية، عن الرسم لناس الهوية في المرشح، عن أحقيته، عن ضرورة الرسم. وأجمل ما في سهى شومان هو التواضع الشديد لدرجة الخجل الكبير، فهي كنز خبيء، وأنا متأكد أن ذلك الكنز سيظهر إلى النور وسيسعد الكثير منا. وآمل أن تكون سهر شومان مثلا للكثير من الشابات والشبان اليوم. وإذا وجد نقاش فهناك 10 دقائق أو ربع ساعة إذا كان في سؤال.
تكلمت عليها قبل شوي. Thank you.
سيدة السادة الدين، طبعاً مساء الخير. اليوم في دارة الفنون يوم عزيز على قلبنا، بعد 6 سنين من افتتاح هذه الدارة والعمل المتواصل اللي قدمناه في دعم الفن والفنانين الأردنية والعرب. والحمد لله هذه المناسبة توجت هذه الست سنين، توجتها من حيث أنه المجموعة الكبيرة من شباب الوطن العربي من الشرق الأوسط اجتمعوا في تحت قبة الأكاديمية هاي، وفخر لنا أنه الأستاذ مروان كصاب باشي اللي تبرع بوقته الثمين وهو بروفيسور في أكاديمية الفنون في برلين إنه يجي ويدرس ويشتغل مع المجموعة المتميزة من الشباب اللي قدموا لنا إياه اليوم. وبشرفنا إن نسمع من الأستاذ مروان كلمته، وهي كلمة راح تكون وسام على طول إن شاء الله. شكرا حسن. سأسمح لنفسي ما يسمح الشعراء والكتاب لأنفسهم في تقديم كتاب عزيز إلى شخص حبيب. سأسمح بنفسي بتقديم هذا المعرض هدية إلى صديقة عظيمة أقدرها، جاءت معي بفكرتي لإنشاء هذه الأكاديمية، السيدة سهى شومان. إني أقدم هذا المعرض هدية للسيدة سهى شومان وللسيد خالد شومان. أرحب بالسيد إبراهيم عز الدين وبالسيدة نور وبالحضور. إننا في أيلول، لقد ذهب الصيف، غابت الحنطة وسنابل القمح وشفائق النعمان، وقد أثمرت أشجار الرمان في الخريف في أيلول. إنه شهر عزيز علي، لقد تركت دمشق 23 آب 1957 وذهبت مع الطائر الراحل إلى الجنوب إلى الشمال، والآن تعود الطيور إلى الشمال. وجئتكم في شهر أيلول أعز الشهور بالنسبة لي، لأنه عندما يأتي أيلول أتذكر سوريا، أتذكر دمشق وأعود إلى وطني. أشعر بذلك بالشكل الفريزي كما تشعر طيور الرحل عندما تهاجر من الجنوب إلى الشمال. اسمحوا لي أيضا أن أقول وأعتذر لذلك إن هذا المعرض معرضي. لقد شفتكم في هذا الشهر الخير بالنسبة لي لأقوم مع الشباب الشابات والشباب بالحوار. إنها ليست دورة فنية كما يفهم الكثير، إنه لقاء، إنه حوار، وإنه تحرير. ورغم الصعاب قد أينعت معظم الزهور في الأيام الأولى وفي الأسابيع الأولى، وكان هذا الرضا الوحيد والتبرير الوحيد بالنسبة لي. لقد نقلت تجربتي خلال 50 عاما، ما عرفته بشكل شخصي وبشكل عام تجربة جديدة إلى الوطن
وكان هذا حلما بالنسبة لي أن أحاول وأحرض الشباب في الوطن ما دام أنني حررت الكثير في أوروبا. ونلاحظ في هذا المعرض رغم الوحدة في الأعمال أن هناك اختلاف في قاعات الثلاث وأيضا بين الرسامين، ولقد كان هذا شهدي الدائم لا أن أعلم ما أعرف، ما أعلم عن لوحتي لأن لوحتي خاصة فيه، وإنما مع الحوار الأول والثاني أن أفتح نوافذ صغيرة لكل شخص لكي ينظر منها كمرآة لذاته، ولكي تنفتح أمامه طريق للمستقبل قد تكون فيها الخير والفرح والمسعر الآخرين. إنني فخور جدا بهذا المعرض، وفخور أيضا بمستوى هذا المعرض، وأؤكد لكم أن مثل هذه الأعمال الموجودة في هذا الشكل نستطيع أيضا بالفخر أن نقدمها في أي بلد عربي أو أجنبي. إنما يؤلمني مصير الفنان العربي من ناحية الوجود، من ناحية المادة، إن هذه الصعوبة موجودة في أوروبا أيضا وربما أصعب، ولكن يعز علي عندما أرى الظهور اليانعة ومعها ذلك الخصم وذلك الانفتاح وذلك الهم أن تتحطم على صخرة الحياة اليومية ثم تتقاعس ويأتي الإحباط ونلقط هذه الظروف. ولذلك فإن هذه مناسبة لأقول لكم إن الأمم المتحضرة وإن تاريخ العرب فيما يتعلق بالحرفي والفنان والمبدع كان يحتوى من الطبقة الوسطى أو الثرية أو ما يتمكن على ذلك، وهذا شرط للسير للمتابعة للفنان في أن يتابع طريقه. فأرجو أن يبلغ الحاضر أو الغائب بضرورة الاقتناء، وأن هذا الاقتناء ليس فقط فعلة خير للفنان، وإنما بالعكس إنها منية من الفنان على المبتدئ. وقبل أن أنتهي أريد أن أقول أن الدارة وأن مؤسسة عبد الحميد شمال قد قدمت لي بشخصكم لنا كل الإمكانيات الجيدة المادية لكي تستطيع الشباب كما ترون الحصول على الدورات أن يتمموا أعمالهم بكل الإمكانيات المادية الموجودة، ولم تدخل علينا بشيء. ولذلك فأني أشكر باسم أصدقائي مؤسسة عبد الحميد شمال ودارة الفنون، كما أني أشكر بشكل خاص الدكتور علي ماهر الذي كان طواعا كريما في كل مواطنه، وأني أشكر أيضا بشكل خاص صديقي وأخي الصغير صلاح صوتي لما قدمه لي ولنا من مساعدة شرس عليها كل جهده وكل أوقاته كل هذه الأيام. وأريد أن أشكر الشابات والشباب لأنهم وضعوا كل إمكانياتهم الجسدية والروحية إلى هذه الدورة، وأقول لكم أن بعضا منهم أو الكثير كان يعمل والنهار أيضا في الليل حتى السابعة صباحا، وقد عملوا حتى السقوط في الأيام الأخيرة. هذه ثمرة الدورة الأولى لأكاديمية
للأكاديمية الصيفية في دار الفنون مؤسسة عبد الحميد شومان، وأعتقد أنها كانت تجربة ناجحة ودون أن أغالي جدا، ولكن آمل في المستقبل أن نطور هذا العمل لتصبح دارة تستخدم الفنانين في البلاد العربية، وليصبح الحوار الدائم والتحليل الصالح. هذا الشهر ولا ننسى أنها ليست دورة وإنما تحرير ونقل الأفكار بيننا جميعا. شكرا لكم.